هذا الاضاءه مختلفه ولا البني ولا ولا اول بسم الله مليح أنه أطفالنا يكبروا بأنهم يعرفوا كل ما يتعلق بالتنوع البيئي وكيفية حماية البيئة خاصة في ظل التنمية المستدامة. احنا نقول أنه القانون الجزائري وعلى رأسه الدستور الجزائري نص على رعاية البيئة وحماية البيئة في ظل يعني التنمية المستدامة. اليوم نتكلم على أيضا يوم تحسيسي حول حماية الغابات من الحرائق. شفتوا أنه الأطفال كان عندهم وقفات مع أعوان الغابات اللي نحييهم اللي راهم واقفون من أجل حماية غاباتنا. اللي ما نفوتش الفرصة باش نكونوا حاضرين خاصة لما يكون هناك براعم يعني براعم كهذه يعني اللي نغرس فيهم الثقافة البيئية ونعطوهم المعلومات حول الثروة المتواجدة على مستوى بلدنا البلاد الشاسعة من شمالها إلى جنوبها غربها إلى شرقها يعني ثروة متعددة ومختلفة يعني عن طبعا تنوع بيولوجي هام كثير من الواجب علينا حفاظ عليه احنا نقوم بحفاظ عليه تعلمنا باش كيفاش نطفوا الحرائق ونحافظوا على البيئة. اليوم أتيت إلى هذه المنطقة الجميلة تعلمنا كيفية محافظة على المحيط. تعلمنا اليوم كيف نطفوا الحرائق في الغابات وشاركنا معهم في إطلاق البط في البحيرة.